كنت استحق أن أكتير، كنت استحق أن أرقص على المسرح قدام العالم. هلأ صرت عم أدبك على الحايط وعم أرقص إنجليش كمان مع وحدة، وطلعت رقاصة كمان ورقصت معها. شلشل حيان قطر بطل في حيان. اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. أصعب غنية كانت هي مع ملحم زايد، لأنه أول شيء هي بدها كتير قوة بالصوت، أنا صوتي رفيع يعني بيعطي عقيق أكتر من قوة، وفيها طلعات كتير، وأنا بوقتها كنت حامل برودة عمرها شي 200 سنة هاي البرودة وتقيلة، وكان لازم أرقص يعني أسامة بده ياني أرقص وبده ياني أحمل البرود. أحلى أغنية بالعالم هي I can be your hero، وشاطر بالأرض هيك ملجة مش مهضوم حبه العالم. الأغنية مع مايا دياب أنا ما كنت محضر لها بالمرة، كنت فكر إنه عم يمزح إنه حينزل ماي من فوق وأتسبح، قلت إنه في عنا شغل إنه تصوير، كيف بده يكب علينا ماي ونرجع نطلع لايف. أنا بلا وجه خير علي صراحة، وخاصة بس تكون لابسة أبيض. أنا وعدتها كل ياس بوسة خربها مع أحلاها، كتير حلوة البنت والله. أنا اشتركت بسليبرتي أول شيء مشان إنه ساعد جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، هي جمعية بتساعد العالم اللي تحت السن. بحس إنه هودي من أكتر الناس اللي بيستاهلوا، لأنه هودي هني عم يربوا هلأ جديد، فمعقول إذا غيرنا شيء عندهم من هلأ لقدام يكون مستقبلهم أحلى.